تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، يكرم المركز الفائزين بجائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى. سعادة الأمين العام الدكتور عبد الله الفوزان وسعادة نائب الأمين العام الأستاذ إبراهيم العسيري في لقاء مع معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي لبحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارة والمركز. المركز ينظم لقاء حواري لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بالقضايا والمشكلات الاجتماعية والشأن العام. المركز يقيم ملتقى مشرفي ومشرفات المركز في مناطق المملكة، وذلك بحضور سعادة الأمين العام الدكتور عبد الله الفوزان وسعادة نائب الأمين العام الأستاذ إبراهيم العسيري ومدراء الإدارات المعنية. سعادة الأمين العام الدكتور عبد الله الفوزان يدشن البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشرفين، والتي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيلها بين المركز والمشرفين. مدير فرع المركز بنجران الأستاذ راشد آل منجم يستقبل سعادة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك ومدير فرع هيئة الصحفيين بنجران. مدير فرع المركز بنجران الأستاذ راشد آل منجم يستقبل سعادة الدكتور هاني بن محمد الشهراني وكيل كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات للشؤون الأكاديمية والأستاذ المساعد لقسم علوم الحاسب. الدكتور نواف بن رحيل الشراري المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك يزور أكاديمية الحوار في ضوء التنسيق لإقامة مشروع بين المركز والجامعة.